صباح الخير لكل مشاهدينا اللي بيتابعونا النهارده، في نهارك سعيد ويوم جديد، وان شاء الله هنكون معاكم لمده ساعتين على الهواء من 9 ل 11، ويا رب ان شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا. صباح الخير شريف. صباح الخير يا ايمان. واضح جدا ان الحكومه الجديده بدات بخطوات واثقه، منها ما هو مستقبلي ومنها ما هي مشاريع تم الاعلان عنها، سواء المشروع المشترك مع الامارات العربيه المتحده ومصر في بناء اكثر من 1,000,000 وحده سكنيه للشباب واللي بدا عليه الجدل بالفعل، او الى جانب كده تشجيع الاستثمارات الخارجيه من خلال الاستثمار في شبكه للطرق الجديده وغيرها من المشاريع اللي كل هدفها ان هي تحفز المستثمرين وتدي امل كمان داخلي على مستوى الراي العام ومستوى الشعب ان هو في بدايه لخطوات واثقه او خطوات واثقه نحو التقدم. على موضوع شبكه الطرق تحديدا هيكون مع اللواء احمد عاصم فقره خاصه جدا، شبكه الطرق دي هتاثر ازاي في الخطه وفي الخطوات اللي جايه لهذه الحكومه. هيكون معانا طبعا كمان فقره زي فقره الصحافه زي كل يوم، هيشرفنا النهارده في الاستوديو استاذ محمد طلعت الهواري سكرتير تحرير بجريده المصري اليوم ومتابعه لاهم اخبار النهارده. وبمناسبه الاخبار، العنف في الجامعات، الحوادث، حوادث الطرق، ولسه بنتكلم على الطرق بقى بنتكلم على انهيارات في طريق الغردقه، انهيارات للاسقف في بعض البيوت القديمه، مصر بتغرق في شبر ميه مع اي مطره او اي سيول بتجتاحها، والكلام ده مش جديد، الكلام ده بقاله كذا سنه، لكن الكلام ده ما ينفعش يستمر، مش بس كتير، ما ينفعش يستمر خالص. زي ما قلنا تاني، احنا بنشجع الاستثمارات، لازم كمان يكون عندنا بنية أساسية حقيقية ويكون عندنا تفادي لكل هذه المخاطر. مع محرر الحوادث بجريدة الأخبار هيكون معانا فقرة خاصة جدا، أخبار الحوادث هيكون معانا فقرة خاصة جدا، وهو مع محمود عبد الراضي. طبعا كلنا عارفين حال المستشفيات الحكومية والجامعية، وعارفين مدى التدني في كل شيء، في الرعاية الصحية والطبية وفي حالة الأجهزة وفي حالة كل شيء في هذه المستشفيات. النهاردة هيكون معنا دكتور حسام الراوي طالب كلية طب أسنان جامعة عين شمس، ودكتور عمرو الخرشخاش طالب بطب بشري جامعة عين شمس، فكروا ان هما ازاي يقدروا يطوروا المستشفيات وازاي يحاولوا يعوضوا الاجهزه اللي مش موجوده في مبادره اشراقه خير لتطوير المستشفيات الجامعيه. موسيقار الاجيال هي كلمه مش يعني ما اتقالتش كده، طبعا الموسيقار الدكتور محمد عبد الوهاب هو موسيقار فعلا لكل الاجيال. اعتقد ان لما بنتفرج كلنا دلوقتي على والجيل الجديد تحديدا لما بيتفرج على برامج المسابقات وبيشوف كل الاغاني اللي بتتغنى للموسيقار العظيم والراحل عبد الوهاب، سواء ليه كملحن مع عمالقه الغناء بدءا من كوكب الشرق ام كلثوم لحد عبد الحليم حافظ وغيرهم، الى لما هو كمان نفسه غنى اغاني كتيره جدا معروفه كلنا بنحبها وكلنا بنسمعها تاني باصوات جديده. عن ذكرى ميلاد محمد عبد الوهاب هيكون عندنا فقره خاصه جدا، تابعونا.